رحم الله فنان الشعب سيد درويش. الآن إلى الوقفة الخاصة باستعراض الحالة الجوية وأخبار الطقس. مصطفى ميزار مرة أخيرة. شكرا هبة حسين وشكرا محمد عبد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 34 درجة والصغرى 24، ويكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 31-24 يكون الجو حار، في مطروح 30-24 يكون الجو فيها حار، في بورسعيد 32-25 يكون الجو حار، في الإسماعيلية 35-24 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فتشير درجة الحرارة العظمى هناك إلى أنها 34 درجة والصغرى 23 يكون الجو فيها حار، في العريش 32-23 يكون الجو فيها أيضا حار، في طابة 33-25 يكون الجو فيها حار، في شرم الشيخ 38-28 يكون الجو فيها حار، وفي الغردقة 37-27 يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 41 درجة والصغرى 26 ويتسم الجو فيها بشدة الحرارة، في أسوان 41-28 أيضا الجو فيها شديد الحرارة، في الوادي الجديد 39-25 يكون الجو حار، في شلاتين 38-28 يكون الجو فيها حار، وأخيرا في حلايب 35-26 ويكون الجو فيها حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.